الفنان عبد العزيز جاسم فنان جميل من الفنانين الخليجيين اللي تركوا بصمة في حياته وحتى بعد ما ماته. الفنان القطري عبد العزيز جاسم بو سعود فنان محبوب من الكل، والدليل وفاته، الكل أجمع على ألم فقدانه. وتسابق الفنانين الخليجيين بتعزية أنفسهم، ومنهم الفنان السعودي ناصر القصبي والإعلامية البحرينية في الشرقاوي وغيرهم كثيرين. الفن اللي قدمه أبو سعود جمع ما فرق، والعلاقة اللي جمعتها مع ضيفنا فيها الكثير من القصص والسوالف بنسمعها منك اليوم يا أبو نايف. رحمة الله عليه. أنا سمعت الخبر وأنا أصور مسلسل عذرة في البحرين. رحمة الله عليه. ما أبي أتكلم وايد، أنا أخوي أبوي إنسان، أنا ما بتكلم أتكلم. رحمة الله عليه، كان صديقي الحقيقة، صديق يعني، هو غانم سليطي يعني تعرف ثلاثي في قطر. صحيح. كل من لسكته طبعا، لكن احنا على مدار كل فترة وكل ليلة احنا نجتمع الحقيقة، ويمكن نفرح لنجاحاتنا كل واحد في مجاله. عبد العزيز يعني ما كان إنسان بس إنه هو ممثل ونجم نجح، كان في قلوبنا كلنا، وأكيد رفع راية الفن القطري في مجال المسرح والتمثيل. هرم للأسف يعني فقدنا وفقدت الساحة الفنية في قطر والخليجية بصفة خاصة وعامة حقيقة. هذا الفنان اللي عمل تاريخ وعمل أعمال كثيرة، اليوم قاعدين نسترد أمجاده ونسترد تاريخه ونسترد المسلسلات اللي سواها والجو الدراما وجو الكوميديا وجو عمل كل شيء الحقيقة. فمو بسيط، ترك لنا فراغ كبير 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 جدا. أنا كنت دائما رغم مشاغلي ورغم حفلاتي برا، أي مسرحية هو ولا غانم لازم أكون متواجد، إذا مو بصفة يوميا أكون على الأقل أول ما أنزل الدوحة، لأن ألقى لهم نجاحات على المسرح، عروض بالثلاثة أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر، فهذا كان يفرحنا وايد. نعم. يمكن توطدت علاقتنا إحنا مع بعض، أنا وهو وصلاح الملة. صحيح. وغانم أيام الغزو الغاشم الحقيقة، كوننا لجنة الفنانين القطريين للتضامن مع الأشقاء الكويتيين، كانت مهمتنا حقيقة إيواء النازحين من الكويت. وبعدين وصلنا لمرحلة أن نعمل أمسيات تضامنية، يمكن خذينا 3-4 أشهر، بعدين انتقلنا إلى الدول المجاورة مصر و هني توطدت علاقتنا مع بعض، لأن قعدنا إحنا حوالي 6 أشهر أو 8 أشهر من عمرنا الفني إحنا كلها قاعدين نتنقل من مكان لمكان لمكان لأجل هذه القضية. طبعا هذا كان شعورنا، شعور جانب إنساني ما له دعوة في قضية السياسة وما سياسة والأمور دي. فعبد العزيز كان له دور كبير، وعبد العزيز إنسان رحيم جدا. عبد العزيز له مواقف إنسانية، يساعد الشباب، يساعد الفقراء، يساعد. صحيح. يعني رجل الله يرحمه ويتغمد روح الجنة، ما الله عليه، فعلا وقفاته ما تنسي، ويلهم أهله وذويه وحباء الصبر والسبوان يا رب.